حنا بزاف باش نفوزوا بهاد ثلاثه النقاط. تنظن بان واجهنا فريق جيد ما متصدرش البطوله لحد الان غير هكاك. رغم النقص العددي تنظن باننا عانينا من الناحيه البدنيه فاطوال المباراه خاصه في الشوط الثاني، وبان بالواضح ان ثلاثه ديال المباريات خاصه المباراه الاخيره في الكونغو فخلات اثار من الناحيه البدنيه على اللاعبين. ولكن اهم شيء في هذه المباراه هو ثلاثه النقاط والقتاليه ديال اللاعبين. تنهنيهم على انهم تشبتوا بانتصار حتى الاخر، وهاد ثلاثه النقاط تنظن بان غاليه جدا بالنسبه لنا. انا بالنسبه لي الان ديال المباراه الرابعه بالنسبه لي لعبنا ثلاثه ديال المباريات مع انديه من اقوى الانديه في افريقيا، وبالتالي المجهود اللي بذلوه اللاعبين بطبيعه الحال غيخلي واحد الاثر، خاصه مع السفر لكينشاسا واللعب في هذيك الارضيه، وبالتالي مع المجموعه اللي كاينه والظروف ديال المباريات وتوالي المباريات تنظن بان ضروري غادي واحد المباراه غادي يبان علينا عياء بحال اليوم. الحمد لله اننا انتصرنا لان واجهنا فريق ديال المغرب التطواني اللي تيلعب مزيان، فبطبيعه الحال غادي يكون هناك دعم لبعض الخطوط لان عندنا مواجهات قويه، عندنا لاعبين على ثلاثه ديال الواجهات، وبالتالي لازم دعم لان ملي تيتصابوا لك لاعب او لاعبين من الركائز فالفريق تيوقع فيه خلل، وبالتالي هادشي محسوم تكلمنا فيه مع المسؤولين. ان شاء الله غادي نعزوا الفريق في الميركاتو ان شاء الله. بالنسبه لعبد الاله كنا تنتمنوا اننا نلعبوا اليوم، بوطيب ما غاديش يدخل لفواتزم لا هو لعبد الاله لان ارضيه الملعب ما تساعدهمش، وبالتالي ما يمكنش نغامروا بجوج ديال اللاعبين مهمين بالنسبه لنا كما ما غامرناش بعمر في كينشاسا. فحنا اللاعبين والصحه ديالهم مهمين لان الموسم عندنا طويل وعندنا مباريات كثار مهمه، وبالتالي ممكن اننا نلعبوا لاعبين اخرين في واتزم ان شاء الله. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.